الشقب واحدة من جبهات الصمود والنضال في ريف تعز. منذ عام ونصف وجبهة الشقب الاستراتيجية تواصل نضالها وتقدمها على الرغم من فارق التسليح والإمكانات. تقع الشقب في موقع استراتيجي يطل على ذمنة خدير وخط تعز عدن، وبوصول المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى خط خدير فستتمكن من قطع خطوط إمداد الميليشيا في حيفان والصل والقبيطة وفي بقية الجبهات جنوب محافظة تعز. حاولوا أكثر من مرة اقتحام دار مزعل ولم يعودوا إلا أكثر هامدة. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حاولوا عدة هجوم على قرية الشقب، ولكن هنا في عون الله وقدرته نحن صدينا ميليشيات الحوثي وصالح. معاناة شديدة لسكان قرى الشقب جراء حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع، حيث هجرت الميليشيا العديد من السكان ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يقتاتون منها سنويا، حتى تحولت إلى أرض قاحلة وأشجار توقفت فيها الحياة. وتأتي هذه المعاناة مع انعدام دخل الموظفين الذين توقفت رواتبهم كالمعلمين. سنتين والحساب الخانق عليها، لا زالت المؤسسة تتجدد كل أسبوع وكل يوم وكل شهر، بالإضافة إلى 650 أسرة من ضمن الأسر النازعة لم تعد حتى اليوم، و732 أسرة حتى اليوم تعاني القنص، القتل، الحزن، الدمار. أطفال الآن، أطفال لا تعليم، لا تعليم، لا صحة، لا تعليم، لا صحة، لا تغذية، يعني منعدمين تماما. مقطوع علينا طرقات، مقطوع علينا من كافة المواد الغذائية من كافة الاتجاهات. مناشدات أهالي ومقاومة الشقب إلى دعم كاف من أجل تحرير ما تبقى من أراض ومواقع، خاصة بعد أن أصبحت الميليشيا مطوقة من جبهة الأقروض وجبهات أخرى، الأمر الذي يستدعي إكمال مهمة تحرير المنطقة فورا حتى ينعم أهل الشقب بالأمن والاستقرار.